السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم لحظة. اليوم إن شاء الله راح ننقل لكم أسعار السيارات المستعملة من سوق بوغزول بولاية أندية. خوتي، أول ملاحظة، هذا السوق دخلوه العديد من السيارات وعدد كبير من السيارات تم دخولها إلى السوق تاع بوغزول. الملاحظة الثانية خوتي، أنه أسعار السيارات المستعملة في هذا السوق راهي منخفضة مقارنة مع أسعار السيارات المستعملة في باقي ولايات الوطن. راح نحاول خوتي ننقل لكم أسعار السيارات من 40 ولا 50 مليون إلى غاية 190 200 مليون. نبدأ بالأسعار المنخفضة، بعدها ننتقل إلى الأسعار المرتفعة. كما كنتم تشوفوا خوتي، هذه ستيبواي سنة 2018 ليسونس 1.4 رامسيو مينو 187 ماشية 105 آلاف. دوك نزيد نخليكم مع سيارات أخرى. خوتي، هذه سامبل سنة 2011 ماشية 220 ألف، راهم يساوموا فيه ب 125 مليون. نزيدو الآن نخليكم مع سيارة أخرى. الآن نروحو نشوفو سيارة 208 هذيكا إيسونس، ما فيهاش صبيغة. دوك نشوفو شحال ساوموه وكذلك شحال راهي ماشية إكزاكتومون. خاوتي، هذه 208 هذه اللي راكم تشوفوا فيها، قال لك راهم مساومينو 120 مليون. خاوتي، بما انه الاسعار غير مسموعه في الفيديو، الفيديو موش واضح في الصوت، راح انقل لكم مباشره الاسعار من سوق بوغزول. وراه الشخص هذا يعطي الصحه اللي صور لنا الفيديوهات وبعث لنا الاسعار. دوك نخليكم مع الاسعار. خاوتي، ياريس 2008 كوبي راهم يساوموا فيه ب 115 ماشيه 314 ألف. اتوز اللي مرت علينا جيال سنه 2006 ساوموه 75. كيو كيو سنه 2016 ماشيه 90 ألف، راهم يساوموا فيه ب 72 مليون. كليو كلاسيك ماشيه 213 ألف سنه 2008 ساوموه 118 مليون. كاين كذلك خاوتي سامبول بيضاء سنة 2010 فيها راكور في الباب ماشية حوالي 260 ألف، باز كليم سيوموه 103.5. كاين كذلك خاوتي سامبول 2012 لاتوت ماشية 160 ألف، سيوموه 127. كاين كذلك خاوتي سامبول 2015 ماشية 161 ألف، سيوموه 150 لاتوت غري سوري. السيمبول اللي حكيت عليها في الاول 2012 ولاتوت فيها جنب مسبوغ. كذلك كاين خاوتي سيارة سبارك سنة 2011 اللي راكم تشوفوا فيها حاليا، سيوموه 74 مليون، حطبة مش لا باز كليم، حطبة. كاين سيارة سبارك اخرى سنة 2012 باز كليم ماشية 120 ألف، سيوموه 92 مليون.
ثاني دوك نخليكم مع بعض أسعار السيارات اللي تكون شوية مرتفعة في الأسعار. كاينة إيديس خاوتي سنة 2014 ماشية 165 ألف، فيها ليل سيموه 132، راهم عاطيلو 132. كاينة إيديس أخرى سنة 2014 ماشية 135 ألف، سيموه 134 مليون. كاينة جران إيديس سنة 2018 ماشية 94 ألف، عطاوه 166 مليون. كذلك كاينة بيكانتو سنة 2019 عطاوه 175 مليون، ماشية 45 ألف. كاينة كذلك شيفرولي افيو اللي راهي جازت في الفيديو، ماشية حوالي 218 ألف لاتوت، عطاوه 119 مليون، وطالب 128 مليون. معظم السيارات كذلك اللي دخلوا للسوق هذا ما سيوموهمش اليوم. كاينة كذلك سيارة كيو كيو أخرى تم رام سيوموها، هو شاريها على حسب قوله شاريها 75 مليون، وطاولوا فيها 69 مليون، هذه سنة 2013 نقية ما فيهاش أصبغة، ماشية حوالي الله أعلم، ماشية حوالي ثاني واحد 70 ألف هكذاك، ماشية 70 ألف حاجة نقية. قلنا هو شاريها قال على حسب هدرته 75 مليون، وراهم يساوموا فيه ب 69 مليون. هذا خاوتي أهم ما جاء في سوق بوكزو تاع ولاية المدية. راهم عندي لي فيديو وخد أخرين بعدها خاوتي، نحاول نسجل لكم جميع الفيديوهات ونشرهم على القناة باش هكا تشوفوا جميع لي فيديو وين راهم واصلين. كاين خاوتي كذلك الناس اللي وصلتنا على ايبيزا، كاين ايبيزا سنة 2014 فولي ما فيهاش صبيغة، فيها ليل فقط، ماشية 160 ألف، انباعت ب 444 مليون، هذه بالنسبة للإيبيزا. كاينة كذلك إيبيزا أخرى سنة 2014 ماشية 130 ألف، ما فيهاش. إن شاء الله نوعدكم أني راح نحاول نقرأ التعليقات تاعكم كاملة اللي حطيت لكم فيديو فيها تاع سوق بوكزول، ونحاول أن نعاود نديكم فيديو آخر، ونعاود نحاول نسجل فيديو آخر اللي بحثوهم لي، ونشوفوا شحال يكونوا أسعار السيارات، ونحاول نتطرق إلى جميع أسعار السيارات. تفكرت كذلك سيارة ماروتي سنة 2012 داير كونتور مرة 100 ألف، وراهي ماشية الآن 140 ألف داير كونتور مرة، راهم يساوموا فيه ب 48 مليون. هذه هي أهم الأسعار خوتي، وتابعوا القناة ولايك لهذا الفيديو واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.